سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير، اموركم كامله على خير. المهم اليوم جيتكم بفيديو جديد، وهو اللي هو غندير نهضر لكم على لي بارفان او كيفاش تختاري البارفان ديالك وكل شيء. المهم البنات كتعرفوا ان احنا البنات كاملين كنعشقوا لي بارفان، سورتو انا كنموت على شي حاجه سميتها لي بارفان. وصراحه انا جيت ننصحكم قبل ما نقدم لكم لا كوليكسيون او داكشي اللي كيعجبني واللي ما كيعجبنيش والاخطاء اللي المهم غادي نعطيكم بعض النصائح اللي انا براسي كنت كنطيح فيهم شحال هادي. وصراحه حتى بغيت ندير لكم هاد الفيديو عاد دخلت وقريت سوغ انترنيت وعرفت كيفاش نبدا نختار البارفان ديالي وكلشي. صراحه بزاف د المعلومات ما كنتش كنعرفهم عاد عرفتهم وقررت انني نبارطاجيهم معكم اليوم. المهم اول حاجه البنات بغيت نقول لكم انه قبل ما تختاروا اي بارفان ديالكم اختاروا شي بارفان اللي يجي مع الشخصيه ديالكم، يعني حيت لي بارفان كاينين قاصحين. بحال دابا انا كاينين دي بارفان لي فريمون قاصحين بزاف ما كنقدرش عليهم. باغ كونطخ كنشوف شي وحدين كيعجبوهم بزاف وديما كنقول يا شو مثلا انا هي لي بارفان ديال العود مثلا كيعجبوني، كاين شي حد وحدين اخرين كيشمهم كيقول كيخشى الريحه علاش خايبين وهذا. دونك داكشي كيختلف على حسب الشخصيه ديال الانسان. اللي نبغي نقول لكم ثاني حاجه وهي الاهم، ان انا كنت كنرتكب واحد الغلط انني كنشم بارفان في شي حد وكتعجبني وكنمشي وكنشريها صافي، وابخي منين كنبقى نديرها ما كتعجبنيش ما كنرضاش عليها 100%، يعني ما كنحش بها تفاعلت معايا كيف ما تفاعلت مع هذاك الشخص. دونك البارفان كتفاعل كل جسم كتفاعل معاه على حسب، ماشي نفس الحاجه ما كتعطيش نفس التفاعل، ماشي نفس الريحه. دونك البنات منين تبغيو تشريو شي بارفان ما تبقاوش تشموه مثلا هكا في دوك هكا غير تشمي هكا ولا دا، بل جربيه هنايا في هذه المنطقه ولا في هذه المنطقه، هذه هي البلاصه فين البنات كيتفاعل البارفان بزاف، باش شوفي وضربي دوره وشوفي واش هيبقى، واش غادي يعطي داك الريحه اللي انت كنتي باغا واللي انت كنتي شميتيها وعجباتك عاد ممكن تشري. نصيحه اخرى البنات، اي بارفان ديروها فوق جسم يكون مرطب، ضروري ترطبوا الجسم ديالكم قبل ما ديروا اي بارفان، بحيث ان البارفان منين ما كيكونش الجسم مرطب ما كيبقاش وقت اطول وما كيتفاعلش دغيا. مثلا البنات منين كتشريو لي كوفري بيان سور راه كتلقاو معاهم لي كريم دو كور ديالهم، وبارفو كتشريو هي لي بارفان بوحديتهم. المهم منين تشريوهم انا ننصحكم تبقاو تستعملوا فازلين ديروها في هذيك البلاصه وتخليوها شي شويه وموراها عاد ديروا البارفان ديالكم، هكا غادي يتفاعل معكم اكثر وغادي تعطي ريحه اكثر. وايضا واحد المعلومه البنات، منين تشريو سمحوا لي منين تشريو بارفان جديده ننصحكم البنات انكم تحطوها في الثلاجه اول استعمال قبل ما تستعملوها، يعني قبل ما تبداو ترشوها قبل تحطوها في الثلاجه تخليوها تبات ولا غد ليه عاد تستعملوها، هكا كتبقى تعطي مفعول اكثر واكثر. هذه الصراحه انا كانوا نصحوني بها شي ناس من العائله وجربتها منين حليت لي بارفان اللي جاوني في الدفوع، والصراحه لاحظت الفرق شاسع شاسع بزاف. بالنسبه لبنات لي بارفان كتعرفوا ان ليميتاسيون ولات كاينه بارتو، يعني فين ما كتمشي كتلقاي ليميتاسيون. راه ذلك البنات كنصحكم بقاو تاخذوا لي بارفان من شي بلايص اللي نتوما واثقين، مثلا تمشيو عند شي بارفيومري لان لي بارفيومري كيديروا ليميتاسيون بزاف. انا ما كنصحكمش، انا صراحه ما كنشريش من لي بارفيومري، انا سوا كنشري من سيكريت بوتي ولا بيوتي ساكسيس، هادو هما البلايص اللي كنمشي. ولا مثلا الا جبت هالفرصه ومشيت لكازا مثلا كنشري من البلاصه نيت هي. هادشي اللي بغيت نقول لكم، كاينين دي كوليكسيون بريفي البنات اللي ميمكنكمش تلقاوهم في بيوتي ساكسيس ولا في سكريت بوتي، خصكم تمشيو مثلا لديور الا بغيتو ديور، مثلا كتمشيو للبلايص ديالهم نيت اف سان لوران باش كتلقاو. هادشي اللي نبغي ننصحكم. المهم البنات نبداو على بركه الله، وكنأكد عليكم البنات فيت اتونسون ما دارش بكم، راه لي بارفان لي ميتاسيون مجلخه بزاف، لذلك انا كنصحكم انكم تمشيو تبقاو تشريو من سكريت بوتي ولا من بيوتي ساكسيس، انا هادو هما البلايص اللي كنعرف فيهم لي بارفان اوريجينال وزوينين. المهم البنات انا غادي نقول لكم شنو هما لي بارفان. المهم انا الصراحه عندي بزاف، عرفتي
الثقيله الصينيه. كما قلت لكم عاد فات العرس وهذه كما كتعرفوا عندي بزاف ديال البارفان. نبداو باول بارفان غادي نهضر، غادي نبدا لكم لي بارفان اللي كيعجبوني بزاف بالتسلسل حتى اللي ما كنديهاش فيهم. عندكم هنايا مون باري البنات ديال إيف سان لوران، كتعجبني بزاف، سبحان الله كنحس بها جايه معايا. تقدري ديريها بالليل، تقدري ديريها بالنهار كذلك. البنات خصكم تعرفوا تفرقوا ما بين لي بارفان ديال الخدمه، البارفان ديال الصيف، البارفان ديال الشتاء، حيت كاينين لي بارفان اللي كيجيو في الصيف وما كيجيوش في الشتاء، عاوتاني كيجيو بالليل وما كيجيوش بالنهار، يعني بوغ سواري عاوتاني كيكونوا ثقال. المهم البنات اللي بغيت نقول لكم على مون باري، تقدري ديريها في الليل، تقدري ديريها تكوني سواري غادا للعمل، خفيفه وزوينه وسكري. كنحماق انا على لي بارفان سكري، كاين اللي ما كيعجبوهمش كيجيوهم هادي فخويتي وسكري، كاين اللي ما كيعجبوهمش هاد لو جونغ ديال الروايح. باغ كونطخ انا كيحمقوني بزاف، والصراحه هادي هذا هو ميمكنليش نحني سمحوا لي، هذا هو الكود كور ديالي هاد الايام انا نوريها لكم ديال إيف سان لوران. ها هي البنات زوينه بزاف غادي تعجبكم. هنايا عاوتاني ثاني حاجه عندي هي شانيل، شانيل شانس وما ادراك ما شانيل شانس، كلشي كيعرفها. كيعجبني هاد شانيل شانس، كتعجبني هاد اوتوندغ، وكتعجبني حتى اوفريش. اوفريش راها كتكون خضراء وكتفيها بحال ريحه الحامض، انا كيعجبوني الريحه الحامضه هذيك، هذيك كتعجبني بزاف فيما كنشريها ماما كتساليها. وتا هذه كتعجبني الصراحه، هذه زوينه تري شيك بالنسبه للعراضات، وهذه الصراحه كتحمقني بزاف. ها هي راه غادو هما لي بارفان اللي كانوا راني غادا خدامه فيهم. هادي البنات كما كتشوفوا انا خديت لا غام كامله، خديت معها الديودورون ديالها، هذا هادو جاوني في الدفوع، هادي وهادي. والبارفان تشوفو ديما البنات كتسولوا على لي بارفان تشوفو، ما فيها باس الواحد يشري شي قريعه صغيره ديال الريحه ديال الشعر. كتحتاج كتكوني غادا شي مناسبه وهادي كتبغي تريحي شعرك حتى هو، حيت الناس ما مزيانش ديروا هاد الروايح العاديه للشعر ديالكم، راهم كياديوهم بزاف وكيشيبوهم وبزاف ديال الحوايج. دونك البنات ننصحكم تبقاو تشريو هاد لي بارفان تشوفو، حتى هما زوينين بزاف صراحه. انا اول مره كنشريها شريتها ديال شانيل وما ندمتش عليها، وغنحاول نقتصد عليها حيت الصراحه ما غاديش نبقى اشاك فوا نشري. المهم هنايا ثاني حاجه عندي صراحه كان الي صعب، الي صعب البنات، هاد البارفان كنت كنحماق عليها، ما عرفتش شنو وقع ليا حتى وليت كتروعني، ما كنشمها. المهم يمكن مع الحماله وداكشي، ولكن اللي نقدر نقول لكم البنات انها ريحه زوينه كتبقى لاصقه في الحوايج. كنصبن وكنصبن وكنصبن وكنلقاها ديما في حوايجي، ما كتحيدش، كتعجبني بزاف البنات هادي. شنو غادي نقول لكم البنات على هاد البارفان هادي ديال الليل، ما كنصحكمش انكم ديروها بالنهار، هادي كنصحكم الا لا كنتو غادي شي سواغي، غادي شي عراضه ولا شي حاجه باش ديروها، هادي ماشي بارفان ديال النهار بتاتا، يعني كنصحكم ديروها بالليل الليل. هنا البنات عندي شانيل كوكو مادموزيل، حتى هي ريحه غزاله كتعجبني بزاف. خبركم البنات انا في الاول ما كانتش كتعجبني هذه، كانت عندي معها باش كنت صغيره واحد الذكرى خايبه، ما عرفتش كان دارها شي حد في العائله وموراها مرضت وتروعت. كتعرفوا حنايا باش مثلا كان كتبقى عندنا واحد الذكرى سيئه مع واحد الريحه، راه بسيشيكمون ما كتبقايش تبغيها، ولكن ملي بديت كنعرف بقيمتها وليت فريمون كنشمها وكنديرها وكنشوف لونطوغاج ديالي كيديرها، وبلا ما كنعرفها كنقول يا هاد الريحه صافي، كنقولوا لي لا راه كوكو مادموزيل. والصراحه هادي الكوليكسيون القديمه راه خرجت وحده جديده ريحتها واعره، فين تبان هادي زوينه زوينه بزاف، خفيفه عليها وزوينه، هادي مجهده بزاف. كوكو مادموزيل رائعه للمناسبات انا كتجيني قاصحه واحد شويه، سبحان الله كاع دوك لي بارفان اللي كتلقاوهم غامقين في اللون ديالهم كيكونوا ديال الليل، واللي كيكونوا فاتحين هكا شوفوها نتوما تيكونوا ديال النهار، سبحان الله. هذه ملاحظه وصافي. هنا البنات كما كتشوفوا عندي هذه ديال مارك جاكوبس ديكادونس، ها هي البنات اللي دايره بحال السويك. هذا البارفان البنات كانت جاتني، كان جابها لي صهيب في التذكره، وهذا البارفان البنات كنت انا هي كنشوف عجبني الستيل ديالها، كانت يلاه كي خرجات وكانوا بزاف كيحطوها في لي باج وهادي، وانا اللي قلت ليه جيبها لي الصراحه. فيها لا نوفيل كوليكسيون، ولكن انا كنفضل هادي، خالتي
خالتي قالت لي حيت هي اللي شماتهم كتمشى تما قالت لي هذه راه حسن. وفعلا اللي مشيت وشميت جديده لقيتكو هذه حسن بزاف وكتعجبني. والصراحه راني مقتصده عليها البنات كنبغي نديرها مثلا هكا الا كنت غادا عراضه عند شي حد ولا هذه الي تري شيك زوينه زوينه بزاف. هذه مثلا غير الا كنتي كتجيني انا مثلا الا كنت غادا عروضه عند شي حد شي عشاء شي فطور ماشي فطور مثلا شي فطور في رمضان هكا كتجي زوينه الصراحه. هذه كما قلت لكم انا بغيت نخليها غير المناسبات باش ما نساليهاش بزاف. بلاك اوبيوم بلاك اوبيوم راها قربت تسالي كما كتشوفوا. هاد الريحه في خباركم ما عزيزاش عليا بزاف. ومهم ما عرفتش ما كنت كنسمع بها بزاف وكنت شريتها قلت نجربها باركونت خمنين نخديتها لقيت راسي انني ما عجبتنيش ما طربتنيش بزاف. الوغ اللي كيجي عندي ولا كيقول لي من الريحه ولا شي حاجه كنقول له هاك ديرها راه كتشوفوا راه قربت تسالي. صراحه اللي هكا كيجي عندي كيقول لي عطيني رويحه كنعطيها له. البنات هاد جوست كافالي اللي شحال وانا كنقلب عليها واللي كنت قلت لكم وهي زوينه وعجبتني بزاف ولكن قاصحه مجهده ما عرفتش واش الحباله ماشي كيفاش كنت كنشمها شحال هادي ماشي كيفاش كانت كتعجبني ما طربتنيش كاع بتاتا حطيتها وصافي ماشي بحال شحال هادي ما فهمتش شنو وقع لي. عرفتي البنات كنت كنحمق عليها وكنت كنقلب عليها بارتو دابا وليت كتروعني يا ربي. هنا البنات عندي فيرزاتشي فيرزاتشي البنات كنت هادي نفس الغلط شميتها عند صحاباتي كانت دارتها صاحبتي وعجبتني وشريتها هي محطوطه ولكن زوينه البنات فيرزاتشي زوينه ولكن ماشي بحال هكا. انا كنفضل مثلا نكون عاود شريت مون باغي وعاود شريت شانيل حسن ولكن زوينه. فيرزاتشي كريستال نوار هي هادي حتى هي صراحه زوينه هكا. هادي مثلا نكون خارجه خريجه عاديه نديرها ما عنديش مشكل. بالنسبه للبنات هادي اللي دي مليون هي هادي هادي البنات ديما كان في شهوتي نشريها ونجربها في خبركم حد الان انا عاده نجربها. هادي جابتها لي كادو واحد ماكوزين في العرس كنبغي نشكرها من هنايا شكرا بزاف. صراحه زوينه ديما كيعاودوا عليها زوينه عمرني جربتها. عرفتي دايره بحال دوك لي بونبون اللي كنا كناكلو باش كنا صغار والله العظيم دايره بحالهم دوك اللي فيهم الالوان الصفار والزراق والحمار شتني بحالهم سبحان الله. زوينه صراحه في خباركم عاد كنشمها كنت يلاه كيحليت لها الكوفخي وكان جاتني هي الكريم كور ديالها. شكرا بزاف ماجده كنشكرك من هنايا. البنات هنا بقاو عندي هاد ثلاثه ديال الروايح ديال العود هادو ديال المناسبات ديال العراسات. كاين هنا عود اصفهان ديال كريستيان ديور عندي هنايا غوتشي هادي غوتشي عود او غزاله غزاله هادي راه عرفتي علاش متكيسه عليها تنتسنى شي عرس باش عاد نديرها كتعجبني بزاف هاي البنات. هادي كنخدا صوايب كوفخي فيه ديال الرجال وديال العيالات يعني بجوج انا خديت هادي وخدت الاخرى. وبالنسبه لهادي البنات ديال ايف غوشي غوز عود زوينه والله العظيم الى رائعه ما كاينش فرق بينها وبين غوتشي عود بزاف والله العظيم يعني وثمن جد مناسب. كان انا عطاوها لي كادو في ايف غوشي بحكم انني كملت دوك داك الطبيعي باش كتكمل يديك هذا كيعطيوك شي كادو انا عطاوها ليا. سينو البنات هذه هي الصينيه اللي حاطه فيها انايا لي بارفان ديالي كما كتشوفوها هي انا شريتها من نياتو الثمن ما عقلتش يمكن 75 درهم ولا شي حاجه. ها هي زوينه بزاف وكتعجبني. بالنسبه للبنات اللي كنت قلت لكم على دوك هادو لي كريم دو كور اللي تقدروا تستعملوا باش انهم مثلا هادي اليسا كنستعملها عاد كندير البارفان ديالها من بوكيت كنبغيها. هنايا مثلا ليدي مليون عاوتاني عندي ديال مون باري عندي ديال شانيل ها هي. مهم اللي نبغي نقول لكم الا كانت شي بارفان ما عندهاش سميتو ديالها الكريم كور ديالها ننصحكم انكم تستعملوا فازلين ديروه من فوق البلاصه اللي بغيتو وراها ديروا البارفان
هكا غتلصق اكثر، يعني البارفان كيلصق فوق البلاصه الرطبه بزاف اكثر من البلاصه الجافه. المهم اللي نبغي نقول لكم البنات حاجه ضروري، من تخرجوا من الحمام بقاو ترطبوا الجسم ديالكم، ما تستهنوش بهذه القضيه، هي صراحه كتخلي الجسم ديالكم الله يجعلكم البنات ترطبوا غير بزيت جونسون. انا كان جونسون ديال الدراري الصغار انا كتعجبني بيسكو هي ما فيهاش باغابين وداك داكشي اللي كيادي لو كور. صراحه ماما ديما كتقول لي ما تستعمليش هادشي لو كور ديالك ما مزيانش، ولكن راكم عارفين كنبغي نستعمل سبحان الله كل واحد وهذا. اللي بغي نقول لكم البنات بقاو ترطبوا لو كور ديالكم، يعني شي حاجه اللي ضروريه مور الدوش ولا مور الحمام ولا شي حاجه. المهم تهلاو في راسكم ونتمنى الفيديو تكون عجباتكم وتابوناو في لاشين وديروا لايك واحد اللايك زوين في حالكم، وشكرا بزاف على المتابعة ديالكم كنبغيكم بزاف، وان شاء الله تهلاو في راسكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.